صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 12 لسنة 2024 بتعيين نائب لرئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه يعين معالي الشيخ سلمان بن عبد الله الخليفة نائبا لرئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني.